السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد أن لا
إلى يوم القيامة تسمى سورة النور. بل إن الله سبحانه وتعالى هو النور، لذلك تكرر لفظ النور في القرآن الكريم في 45 موضعا بمعاني مختلفة ومعاني شتى. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. قال السدي: النار هي الإسلام. وقال الطبري: النار هي القرآن. بل جاء النور بمعنى كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله أي كتاب الله عز وجل. وجاء النور في كتاب الله سبحانه وتعالى بمعنى الهدى. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور يقبله، أي فهو على هدى يسير به من الله سبحانه وتعالى. وجاء نفس النور أيها في كتاب الله عز وجل ويخسر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: قد جاء من الله نور وكتاب مبين. قال الطبري: النور هنا المقصود به المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بذلك فنبينا صلى الله عليه وسلم نور
ومن زهورته صلى الله عليه وسلم حينما قال لقد رأت أمي حين حملت بي أن نوره خرج منها أضاء له قصير الشاه. بل قيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم حدثنا عن نفسك يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أي دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى رفعت أمي في المنام حينما حملت به أن نوره خرج منها أضاء به قصير الشاه. لذلك يقول كعب بن زهير في وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الرسول منير يستضاء به مهبب من سلوك الله سبحانه وتعالى يسير. وإن الناظر والمتأمل في حال أهل مكة قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أنهم جميعا كانوا يعيشون في سلام البوس في جاهلية العمال يصلي ذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حينما وقف أمام النبي فيقول له أيها الملك بأن حاله قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونعقل القوي والضعيف ونقطع الأرحام حتى جاء الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم منا نعرفه قبله نعرف صدقه وأمانته وشرفه. فجاء الله عز وجل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول قائل كيف أعيش في هذا النور وكيف أكتسب هذا النور لكي أحيا به في الدنيا والآخرة؟ أقول مستعينا بربي سبحانه وتعالى يا سائلا اكتساب النور في الدنيا عديدة. أولها ملازمة التقوى والإيمان. قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله نجعل لكم فرقانا ونغفر لكم. إنك تلزم التقوى بمعنى بسيط أن تمتثل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وأن تشتري ما نهاك ربنا سبحانه وتعالى عنه. الإيمان والتقوى أول شيء. فآمنوا بالله ورسوله المحافظة على الوضوء وعلى الصلاة. فمن حافظ على الوضوء حافظ على النظافة في الدنيا ونضارة وجهه في الآخرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يبعث يوم القيامة له نور له سيما وله علامة الأسماء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي تدعمنا يوم القيامة غير محجلين من آثار النبوة. فمن استطاع منكم أن يطيل غربته فليفعل. فلأهل الوضوء لو حبس على الوضوء في الدنيا فكان الوضوء له نورا في الدنيا ونورا على الصراط يوم القيامة. تعرفها أيها الحبيب تعرفها إنشاء الله يوم القيامة. كذلك المحافظة على الصلاة. عشان كده سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم كان حينما يقوم الى الصلاة يقول: اللهم اجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي صدري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن امامي نورا، ومن خلفي نورا. فالحكم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: والصلاة نور. هتحبس على الصلاة، هتبقى نور لك في الدنيا والاخره. طبعا الجو وحش والميه سادعه، لو تعرف قدر الهدوء ومكانه الهدوء عند الله عز وجل في هذه الايام لحرص عليه الانسان كله. لو تعرف قدر الهدوء، الا ادلكم على ما يفعل الله به الخطايا؟ عايز الخطايا بتاعتك ربنا يغفرها لك. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره. يعني ايه؟ كان اضطر الانسان الى استعمال الماء البارد في بس الشتاء. بشر من البشر يشد النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين الى المساجد بالظلم. النور التام فيها. والله ان الانسان لا يعجل لمن اعطاه الله سبحانه وتعالى هذا النور. الله سبحانه وتعالى نور، هو دين نور، والقران نور، والايمان نور، والهدى نور. كيف بعد ذلك يزول؟ وكيف بعد ذلك يزول ويكون من الاشقياء ومن الخاسرين يوم القيامه؟ فامن بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. عشان كده اللي هيمسك القران ده ويهجر القران سيكون حجه عليه امام الله عز وجل يوم القيامه. الناس ما يتقراش القران ولا يلبسه خالص غير في رمضان. ومن اعرض عن ذكري واسمع ربنا من ايه فان له معيشه ضنكا. هتلاقيه عنده ضنك في كل حاجه، في حياته ضنك، في ماله ضنك، الزوجه ضنك، الاولاد ضنك، العيشه كلها بالنسبه له صلاه الزواج. عن منهج البداية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وخطر نسيم. ونحشره يوم القيامة أعمى، مش أعمى يوم القيامة، أيسأل ربنا. قال ربي، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى. فما احرجنا ايها الاحبه في هذه الايام المباركه الطيبه ان نكتب بهذه الانوار، انوار كتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه سعادتنا في الدنيا ونجاتنا في الاخره. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابشروا وابشروا، الستم تشهدون ان لا اله الا الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: بلى. قال: فان هذا القران سبب طرفه بيد الله سبحانه وتعالى وطرفه بايديكم فتمسكوا به، إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا في هذا اليوم الطيب الكريم أن يقبل أبوابنا.
العالمين. الله من أراد مسا بخير فاصبح له الخير، ومن أراد مسا والإنسان يسوع فتح بينه في نهره أمام الله. إن الله يأمرنا بثلاث وينهانا عن ثلاث، يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهانا عن الفحشاء وعلم الكلام. لعلكم يعلمكم من الكلام انتم الله كلكم والسفوه خلقناكم السماء والنصر بخيرة عين من الكتاب المفروض. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. استقيموا الصلاه يرحمنا ويرحمكم الله، استقيموا واعتدلوا. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب